سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول: لدي مبلغ من المال وضعته عند رجل من جماعتنا على سبيل الأمانة لأني غير محتاج له في الوقت الحاضر، هل يجوز إخراج زكاة عليه أم لا؟ وما هي الزكاة المفروضة على مبلغ قدره 1000 ريال؟ نفع الله بعلمكم. نعم، الزكاة واجبة في هذا المبلغ لأنه يزيد على النصاب إذا تم عليه الحول. إذا تم عليه سنة من تملكك له فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. وذلك بأن تخرج منه ربع العشر، ففي 1000 25 ريالا ربع العشر. نعم.